ما هو منهج الخوارج وما هي سماتهم وهل السرورية منهم ومن أبرز دعاته؟ الخوارج ديل يا أخواننا ناس داعش الهسي ديل، مش يقول لك ناس داعش، الناس ديل قاموا على شنو؟ شوف المسألة دي يا أخواننا لازم تعرفها، المسألة دي مهمة جدا تعرفها، ودي بعد ده بتكشف لك وتعرف أي زول بيتكلم في الموضوع ده إذا جاب الكلام ده على حق وإذا ما جابه على باطل. الخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشكلة الخوارج وأصولهم أصلين، الأصل الأول تكفير الحاكم، تكفير الحكام، وبعد ذلك تكفير الناس مع الحكام، ودي مشكلة ناس داعش. والأصل الثاني هو الخروج بعد ذلك. يعني انت قايل ناس داعش ديل عملوا دولة براهم ليه؟ لأنه شايفين انه الحكام ديل كلهم كفار، ومش الحكام براهم، حتى نحن ذات كفار. ليه؟ لأنه قال نحن ما دام راضين بهم، ما دام نحن راضين بهم ونحن بنتحاكم لهم، ولو زول ضربني بمشي للمحكمة وكده معناته أنا بتحاكم لهم وأنا ذاتي كافر. وفهموا آيات صحيحة من القرآن لكن فهموها غلط. ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ربنا قال كده، لكن ما معناه إنه طوالي أي زول ما حكم بغير ما أنزل الله كافر طوالي، لا، نشوف الزول ده لو بقلبه بيعتقد إنه حكمه أحسن من حكم الله أو حكمه زي حكم الله واحد زي القرآن القوانين الجابة دي. يعني مثلا السارق نقطع إيده، قال لا 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 السارق ده نقوم نقطعه بالمنشار، صح القطع بالمنشار أشد من القطع، صح ولا ما صح؟ صح؟ أشد من قطع اليد، فهمت؟ لكن ده برضو حكم غلط. إذا شاف الحاكم عمل كده أو الزول الزاني بيسجنوه ما بيجلدوه إذا كان ما محصن، أو يرجموه إذا كان محصن، يقوم يعمل شنو؟ يجي يقول لك الحاكم ده كافر طوالي. وهو مخالف لقول ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم قال في منه؟ قال في عبد الله بن عباس. ابن عباس قال ليس إلى الذي يذهبون إليه، يعني ما شنو يا أخواننا؟ ما طوالي بتكفر الحاكم وتمرق عليه طوالي. إذا فهمت الكلام ده أي زول بيقول لك الحاكم ده كافر أبعد منه بعيد بعيد تبعيد. الأصل الثاني الخروج على الحكام. الخروج زي شنو؟ زي المظاهرات، تشيل سيف، تعمل كده، ده من صفات الخوارج الدواعش. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الخوارج كلاب النار. وأول خارجي خرج في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه ذو الخويصر التميمي. النبي صلى الله عليه وسلم جاته قروش وذهب، جاءوا قروش وذهب، فهمت؟ فقام قسمها بين أربعة من الناس، وهؤلاء الناس كانوا زعماء قبائل وكانوا أسلموا جديد. عشان شنو يا أخواننا؟ يألف قلوبه. ربنا قال في الناس اللي بيستحقوا الزكاة والمؤلفة قلوبهم، عرفتها؟ فقام ذاك جه وكان فيه صفات الخير، قال كان محلق الرأس، كث اللحية، مشمر الإزار، كأن جبهته ركب المعزة. الزول ده مش شدة ما عبادته تقيلة، أول حاجة مطبق السنة. قال لك جبهته دي، الجبهة دي زي ركبين المعزة الغنماية، يعني من شدة وكثرة السجود. شوف الكلام ده كيف، عشان ما بعدين يجوك الصوفية يقول لك أيوة زول مقصر وعنده لحية وكده معناه ديل انتو. طيب الرسول قال بيقيم الليل نخلي الصلاة، يعني عرفتها؟ فده براو ده براو. معنى الحديث إنه مع شدتهم وكثرة عبادتهم إلا إنهم أهل الضلال، فهمت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام الراجل ده قال له يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شوف الكلام ده كيف، قال الرسول أنت شغلتك دي رياء ساكت ما حقت الله. شوف الكلام ده شين كيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، وعمر رضي الله عنه جر السيف، وفي رواية خارج فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه. العلماء شالوا من الحتة دي، عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنقه، يعني خليني يا رسول الله أضربه. ليه عمر ما شال السيف وقطع طوالي؟ ليه؟ لأنه يا أخواننا ده حق الحاكم. شما برضو يجي يغشوك الصوفية يقول لك السلفيين ديل بيغيروا بيدينهم،
والله يمسكوا البلد دي ها النسوان كلهم يلبسون لكم اسود، واي زول يجي في الجامعه دي يوقفوا له واحد بتاع حرس بمقص شجر يقطع لك بنطلونك لو طويل. لا نحن ما شغلتنا بالرجاله، نحن بنديك ايات وادله لانه دي الناس مسلمين، فهمت؟ لكن نحن لما نمسك البلد بنعمل هنا جامعه النيل الازرق اولاد، نعملها هنا جامعه النيل الازرق بنات في الرصيرس، نعمل لها سور طويل فهمت وللنساء فقط، ولو دخل راجل في حاجات بتطقوا كهرباء وبنديك قضايا ضد امن الدوله وبنفتح فيك بلاغات كثيره طبعا، لكن داك بعد نمسكها. عشان كده عمر رضي الله عنه استاذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، لان اخواننا ما يزول بشيل حقه، عرفت؟ عشان كده التفجيرات اللي بيعملها ناس داعش وغيرهم ده ما من الدين يا اخوان، ما من الدين. وتقتل ولو كان امريكي وكافر، يقول لك ده امريكي وكافر وقتلوا اخواننا في فلسطين و صح، لكن هو لما خش هنا مش خش بجواز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا او ذميا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا. ما دام خش بعقد امان ما تقتلوا ولا تغدر به، لانه لو صح كده هم هناك في مسلمين ولا ما في؟ في امريكا في ولا ما في؟ مش ممكن يقتلوا ها؟ فما بيجوز يا اخواننا. عشان كده تفهم انه اهم المسالتين الخوارج انهم بيكفروا الحكام ويكفروا عامه الناس بالباطل. ده نمره واحد. نمره اثنين، الناس ديل بيخرجوا على الحكام ويدعوا الى المظاهرات. هذا الفكر في العصر الحديث اصل له رجل يسمى محمد سيد قطب. سيد قطب اصل لهذا الفكر، ومعه في العصر الحديث ايضا محمد سرور نايف زين العابدين. ومحمد سرور هذا يتبعه الدكتور عبد الحي يوسف. عبد الحي يوسف اللي بيشوفوه الناس في التلفزيون ده بيأصل للمسائل دي. وكثير من الشباب نحن بنعرفهم كان شيخهم عبد الحي وفاتوا لداعش. فاتوا لداعش ليه؟ السبب شنو؟ السبب شنو؟ لأنه غزوهم بالأفكار دي. يجيبوا لك قصيدة ويجيبوا لك أفلام يقول لك فيهم نساء تغتصبوا كده، وانت تكون قاعد والعاطفه تشيلك. يا سلام يا اخي، والله قتلوا اخواتنا واغتصبوهم، صح ده باطل ومفروض يكون عندنا غيره وكده، لكن ما بيجوز لك تمشي تقتل زول قاعد هنا مسلم او تخرج على حاكم او غيره، لانه بتدمر بلد المسلمين. الان شوف الربيع العربي اللي بيتكلموا عنه الناس، ربيع عربي وما ربيع عربي، فهمت؟ استفادوا الناس منه شنو؟ الربيع العربي ده في واحد منه بس، ثوره واحده في بلاد كفار. وروني ثورة واحدة في بلاد كفار، ما في؟ ليه؟ ليه ما في؟ ليه الفساد كله جوا بلاد المسلمين؟ ليه؟ عشان نقعد كده نتكاتل ونسوي، أنا مش ليه قدام. فلا بد يا اخواننا الناس تنتبه. هنا برضو عندهم واحد اسمه عبد الملك هنا، أظنه بعض مرات بيجي الجامعة، ده برضو بدافع عن عبد الحي يوسف، فهمت؟ ويتبنى هذا المنهج. طيب، ماذا عن حكم الصلاة النارية؟ برضو دي برضو من الصلوات بتاعت الصوفية، الصلاة النارية وصلاة الحزب السيفي والصلاة النورية وصلاة الفاتح، هذه كلها صلوات مبتدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.